السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. هنبدأ الروتين بتاعنا النهاردة من عند الحمام، وهناخدكم برضو بجولة سريعة علشان الناس اللي لسه يعني لحد النهاردة معيدة. الحمام بتاعنا ما شاء الله النهارده زي الفل، وتحس كده ان عنده انطباع بالسعاده ان العشه بتاعته نظيفه. وانا بصراحه انا كمان مش الحمام بس، انا كمان مبسوطه ان العشه نظيفه. نبص على الكتاكيت بتاعتنا اهم. الكتاكيت انا ببيتهم في الكرتونه دي طول الليل علشان ما يبردوش معانا. بالليل بيبقى يعني بالنهار ممكن يكون الجو دافي، لكن بالليل بيكون برد جدا. فطول النهار بسيبهم هنا مع الحمام او في القطعيه بره، يعني عندي قطعيه بره بحط فيها الكتاكيت، بسيبهم طول النهار ومن الليل لليل بنحطهم في الكرتونه ديت معانا. وطبعا بنخرجهم ونحط لهم اكل وميه زمان هم هيموتوا من الجوع. ونكمل مع بعض بقيه الروتين بتاعنا. وادي يا حبايبي الفراخ البلدي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللي عايزه اقول لكم الفرخه اللي كانت بتبيض هناك كده جنب القفص، طبعا ما لقيتش مكان تبيض فيه، فاضطريت اسفه انها تبيض لنا في القفص. عارفين المثل بيقول بيضلكوا في القفص، هي الفرخه بدت لنا في القفص اهي ما شاء الله. بصوا ما شاء الله دي سخنه تقريبا كده، هي لسه بيضاها ما شاء الله لا قوه الا بالله. رجع القفص مكانه. طبعا احنا غيرنا الفرشه واحنا بننظف العشه اهي ما شاء الله، حطينا لهم فرشه نظيفه. نرجع القفص بس تقل شويه عشان حطيت في الطوب ده عشان يسند الفرشه. نرجعه بس كده. وادي اخبار الطيور بتاعتنا، وادي البيضه بتاعتنا، وادي حبايبي البيضه بتاعتنا النهارده ما شاء الله لا قوه الا بالله. حجمها وسط يعني، مش كبيره ومش صغيره. دي برده هنزلها للولاد. يلا تعالوا نشوف بقيه الطيور بتاعتنا. بصوا حبايبي الولاد قالوا لي يا ماما احنا نفسنا ناكل عجه، العجه اللي بتتعمل في الفرن، فايه رايكم؟ انا قلت بقى خلاص طالما البطايه حفظت المكان ده وعرفته، هاخد بقى البيض اللي ملوش لازمه اللي هو الصغير من هنا، نعمل للولاد العجه اللي هم عايزينها. فثانيه واحده هاخد البيض ونرجع البرنيكه مكانها. ادي حبايبي البيض دوت، انا اخدت الثمانيه دول ما شاء الله لا قوه الا بالله، حلوين يعني، اعملوا عجه تمام يعني كويس ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنشيل هم البيض ليه؟ العشه بتاعتنا والفراخ بتاعتنا والبيض عندنا الحمد لله وخير ربنا كتير، وده اللي احنا بنقوله يعني، وده هدفنا من القناه الاكتفاء الذاتي، ان احنا وقت ما نحب نعمل وجبه معينه تبقى عندنا الحاجه بتاعتنا. فانا اخدت الثمان بيضات دول اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله، وسبت دول اهو، وسبت دول باقي فيهم ثلاث بيضات للبط والباقي فراخ، او اربعه تقريبا للبط، والله مش يعني مش شايفه بالظبط، يا ثلاثه يا اربعه والباقي فراخ. يلا نشوف بقيه الجوله بتاعتنا. وادي البطايه بتاعتنا، انا خايفه حتى اتكلم قدامها، خايفه اتكلم جنبها. هنسيبها كده راقده في امان الله ونكمل بقيه الجوله بتاعتنا. وادي حبايب البط بتاعنا، يعني هو رائد على البيض في امان الله، ربنا ان شاء الله يكرمنا فيه. فطبعا سامعين صوت الصوصوه، انا زيكم كده والله اتخضيت وقلت البط طلع وفرحت، بس ده صوت الكتاكيت اللي بره. فهنكمل بقيه الجوله بتاعتنا مع بعض. وادي حبايبي ما شاء الله لا قوه الا بالله الارانب بتاعتنا، انا حطيت لهم علف يعني اكتر من مره، لقيتهم ما شاء الله يعني بياكلوه وصحتهم كويسه، مفيش اسهالات مفيش اي حاجه. فانا قلت يعني برضو مش هستمر على العلف بس، يعني بس ده جنب الاكل والحاجه. انا النهارده مش متوفر حاجه عندي الا هو، فان شاء الله برضو انا بحط عليه عيش وبحط عليه كلفه حمام وبحط عليه اي حاجه عندي تانيه، مثلا عندي ورق خس، ورق كرنب، جزر، بتنجان، اي حاجه بحطها للارانب بتاعتنا، مفيش اي مشكله، ما بتقولش لا، تاكل اي حاجه وما شاء الله بتبقى كويسه جدا عليها. تعالوا بقى نشوف بقيه الجوله. وادي يا حبايبي ختامهم مسك، دي اخر جوله معانا النهارده على السطح. نشوف الارانب الصغيره معانا ما شاء الله لا قوه الا بالله، زي ما احنا شايفينهم كده ما شاء الله يعني بدأوا يتنططوا ويحلووا بصراحة ما شاء الله لا قوة الا بالله. ادعوا لنا حبايبي بالبركة، اللهم بارك. وكده تكون جولتنا على السطح خلصت النهاردة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.